لمناقشة الوضع في لبنان في ضوء تحذير البنك الدولي من الانهيار الوشيك لاقتصاد البلاد، ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس تحرير صحيفة لبنان عربي الإلكترونية مصطفى العويك. أستاذ مصطفى، السلام عليكم. يعني تقرير البنك الدولي الذي حمل عنوان لبنان يغرق حذر من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية، هذا العنوان وهذا التحذير على ماذا استند من معطيات في الشارع اللبناني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك عزيزي. بطبيعة الحال يعني عندما نتحدث عن البنك الدولي نتحدث عن مؤسسة مالية عريقة لها داع طويل في العمليات الاقتصادية والنقدية، وبالتالي أي تقرير يصدر عنها يكون مستند إلى معايير أساسية وعلمية. واصلا يعني في لبنان الكل بات يعلم ان الازمه الحاليه التي نعيشها ونتخبط بها هي في اساسها ازمه اقتصاديه، وان كانت مغلفه بالغلاف السياسي. بطبيعه الحال يعني بما كما تفضلتم بالتقرير الذي عرضتم موضوع التهريب، فان كنا نتحدث عن التهريب فان لبنان يفقد سنويا ما يزيد عن 4 أو 5 مليارات دولار بشكل أولي من عملية التهريب، تفقدهم الخزينة اللبنانية ولا يدخلون إلى وزارة المالية. أضف إلى ذلك بعمليات الدخول البضائع غير الشرعية من المرافق الرسمية، يعني نتحدث هنا بطبيعة الحال عن مطار بيروت، نتحدث هنا عن مرفأ بيروت أيضا قبل أن يحدث فيه ما حدث في أربع آد. على اعتبار ان كل البضائع التي كانت تدخل الاساسيه التي كانت تدخل لحزب الله بشكل اساسي هذه تدخل من دون اي رسوم تدفع للدوله اللبنانيه تحت عنوان بانها تدخل لاقتصاد المقاومه. عدا عن ذلك الفساد المستشري في لبنان منذ سنوات طويله جدا جدا، ولبنان اصلا فقد منذ 30 عام حتى اليوم التقديرات الاوليه ما يزيد عن 163 مليار دولار هم مفقودون في لبنان، لا أحد يعلم أين هم. ولكن الكل يدرك أنهم سبقوا من قبل السلطة السياسية والسياسيين الذين كانوا يتناوبون على الحكم في لبنان. في هذا المفصل تحديدا أستاذ مصطفى، آسف للمقاطعة ولكن حتى لا نغادر هذه النقطة، من يتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان؟ يعني هل أسهم الوضع السياسي المتأزم في البلاد بإذكاء الأزمة الاقتصادية؟ يا عزيزي إن كنا نريد أن نتحدث بشكل منصف وموضوعي دعنا نقول بأن أساس الاقتصاد اللبناني كان قائما على ما يعرف باقتصاد الخدمات، بتقديم الخدمات وأيضا بالإضافة إلى السياحة التي كانت تأتي والسواح الذين كانوا يأتون بشكل أساسي وكبير من الخليج. نتحدث هنا عن أكثر من 6 إلى 7 مليار دولار سنويا كانت تنفق في لبنان فقط من دول الخليج، بغض النظر أو بالإضافة طبعا إلى مليارات إضافية كان يحصلها اللبنانيون الذين يعملون في الخليج، وبالإضافة أيضا إلى السواح الذين كانوا يأتون من مختلف المناطق أو الدول الأوروبية. الاقتصاد الذي قام على الخدمات لم يعد اهتماما كبيرا للصناعة المحلية، لم يعد اهتماما كبيرا للزراعة، فتم يعني أصبح لدينا هناك تفوق للقطاع على القطاعات البقية، مما أدى إلى ضمور دور هذه القطاعات بشكل كبير، بحيث لم يعد هناك من مصانع كبرى، لم يعد هناك من إنتاج، لم يعد هناك من زراعة، فأصبحنا نستورد كل ما نحتاجه من الخارج سواء من الصين أو من تركيا أو من غيرها من الدول. وأنت تعلم أن الاقتصاد أي اقتصاد إذا كان قائما فقط على الخدمات أو فقط على السياحة فإنه يتأثر عند أول. نعم أستاذ مصطفى، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ مصطفى العويك رئيس تحرير صحيفة لبنان عربي الإلكترونية، شكرا جزيلا لكم.